السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء في مساق الأتمتة والتحكم الصناعي. تكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الـ First Order Systems والـ Second Order Systems، مراجعة سريعة اللي أخذناها المحاضرة اللي فاتت. قلنا بالنسبة للـ First Order Systems الصورة العامة لإله للـ Transfer Function لهذا النظام بتكون عبارة عن بسط على مقام. البسط بيكون من الدرجة الأولى أو من الدرجة الصفرية، والمقام بيكون من الدرجة الأولى بشكل عام. فالمقام بيكون من الدرجة الأولى، معناه في حل وحيد فقط للأس، معناه First Order System. وبالتالي الصورة العامة له حتكون عبارة عن A على S زائد A، وبالتالي الجذر تبع المقام حيكون S تساوي سالب A. أنا اللي بهمني هنا في الموضوع هو الـ A. هنا الـ A بتلعب دور كبير في تحديد Time Constant، Rise Time وSet Limit Time. التايم كونستانت تعرفناه المحاضرة الماضية على انه ثابت الزمن او الزمن اللازم للتايم ريسبونس او للستيب ريسبونس، الاستجابة ليه اللي هو الدخل لما يكون عندي ستيب فانكشن او اللي هو كونستانت فاليو. بيكون في هذه الحالة انه لما الاستجابة تصل ل 63% من اقصى قيمة من steady state response، بتكون في هذه الحالة الزمن اللي قطعه هذا النظام حتى يصل لهذه القيمة هو time constant. time constant هنا بنقدر نحسبه من خلال اللي هو transfer function، هو المقلوب ال a أو بنقول واحد على a. ال rise time هو الزمن اللازم حتى إنه السيستم ينتقل من 10% إلى 90% من أقصى قيمة لإله، وهذا بنقدر نحسبه بإن نضرب 2.2 في التايم كونستانت أو نقسم 2.2 على A. السيتلينج تايم هو الزمن اللازم إنه الجسم إنه النظام يصل لحوالي 2% من أقصى قيمة لإله، وبالتالي نقدر نقول إنه تي اس نحسبه حسابيا من خلال إن نقول 4 على A. شغلة أخيرة كنت بدي أقولها، إنه عادة 5 تايم كونستانت أو 5 أضعاف التايم كونستانت هو الزمن اللي بنفترض إنه النظام بيصل فيه لحالة الاستقرار، لأنه فعليا هو مش هيصل لأقصى قيمة لإله إلا عند المالا نهاية، ولكن هو عند 5 تاو أو عند 5 على A هيصل لقيمة أعلى من 99% من قيمة القصوى. وبالتالي تقريبا بقول إنه 5 تاو بتساوي عندي هو زمن التشبع، أو إنه القسم أو إنه النظام وصل لأقصى قيمة له. يبقى مرة ثانية مراجعة سريعة، التايم كونستانت بنحسبه 1 على A، الرايز تايم أو التي آر بنحسبه 2.2 على A، والستلينج تايم بنحسبه بإنه عبارة عن 4 على A. أخذنا مثال المرة اللي فاتت نقدر نرجع له، لكن اللي بيهمني في النهاية إنه الجي إس اللي حصلنا عليها 5.54 على S زائد 7.7 بتمثل لي الاستجابة، هذه بتمثل الترانسفير فانكشن اللي أنا حصلت على الاستجابة اللي على اليسار موجودة عندي. هذه الاستجابة الموضحة في الرسمة بتمثل هذا النظام أو استجابة هذا النظام لما يكون عندي الـ input step input. طيب من هنا بعرف إنه الـ A تساوي 7.7، يعني لو جبت لك هذا الترانسفير فانكشن وقلت لك في الامتحان احسب لي الـ TR والتايم كونستانت واحسب لي التي اس او سلينج تايم، بكل بساطه بنقول انه التايم كونستانت بتساوي 1 على اي، انا عندي 7.7، يبقى 1 على 7.7 اللي هو بيطلع عندي 13%. بضرب 13% او بقسم 2.2 على قيمه الاي اللي هي 2.77، بيطلع عندي الجواب 70، بتمثل عندي اللي هو الرايز تايم. وبقسم 4 على A اللي هي 4 على 7.7 بتمثل عندي settling time. بعدين أخذنا في المحاضرة الماضية اللي هو second order systems، وقلنا إنه بشكل عام الصورة العامة للtransfer function بتكون عبارة عن بسط على مقام، المقام من الدرجة الثانية polynomial من الدرجة الثانية، يعني إيش عندي S تربيع، عشان هيك بيقول second order system. طبعا حل هذه المعادلة بيعطيني حلين أو جذرين، خلينا نقول two poles. يعني يبقى للمقام قلنا جذور المقام مرة تانية بسميهم بولز، جذور البسط بسميهم زيروز أو أصفار. أنا بيهمني الأقطاب أو البولز على حسب البولز أو حسب الجذور، طبيعة الجذور هذه بتحدد اللي هو الريسبونس أو شكل الريسبونس أو شكل الاستجابة للنظام. عندي أربع حالات، إذا كان مثلا التو بولز أو اللي هو جذور المقام إذا كانت تو ريال نمبرز but distinct بمعنى آخر، يعني كانوا رقمين والاثنين هذول حقيقيات، عددين حقيقيات، ولكن
يعني جذرين حقيقيات ولكن مختلفات، في النهاية بكون عندي أنا الريسبونس نوعه أوفر دامب. لكن لو كانوا عندي جذرين حقيقيات متساويات، يعني جذر مكرر جذر حقيقي مكرر، بكون عندي كريتيكلي دامب. لو كانوا عندي الجذرين بكون بيور إيميجينري، يعني فقط الجزء التخيلي موجود، بكون أندامد. يعني في هذه الحالة الشكل بيكون عندي اوسيليشن، ما فيش اي ديكي. ولكن لو كانوا الاثنين تو كومبلكس نمبر، يعني كل واحد فيهم له جزء حقيقي وجزء تخيلي، لا الجذر نفسه يعني اشي زائد جي اشي او ناقص جي اشي، في هذه الحالة بيكون عندي شكل الاستجابة بالشكل التالي اللي احنا شايفينه هنا. يعني في عندي انا اوسيليشن لحد ما يصل لمرحلة الاستقرار، وفي عندي ديكي لهذه الاوسيليشن، بعدين خلاص بتبطل هذه الاستجابة. الاستجابة أول شيء بيكون في عندي اوسيليشن، عندي تذبذب، بعدين هذا التذبذب بيروح، يعني التجمع التموج اللي بيكون في الإشارة بيروح بعد فترة، وهذه بنسميها أندر دامب. وفصلنا أكثر في الـ في السكند اوردر سيستمز لحد لما في الاخر لخصناهم في الجدول التالي، بناء على اللي هي زيتا وبناء على الاوميجا ان. عرفنا اللي هو الاوميجا ان بانها النيتشرال فريكوانسي، هي تردد الاوسيليشن للسيستم من غير اي دامبنج، والدامبنج ريشيو كانت عندي الزيتا بتساوي الاكسبوننشال ديكي فريكوانسي اللي هو تردد الاضمحلال، بالاضافه مقسوما على النيتشرال فريكوانسي الاوميجا ان اللي طلعناها فوق. تمام، يبقى بدلالة أوميجا أن وزيتا رجعنا عوضنا عن جي أس وعبرنا عنها، بدل ما تكون بي على أس تربيع زائد أس زائد بي، شلنا البي وشلنا الإي، عوضنا عن البي بأوميجا أن تربيع، عوضنا عن الإي باتنين زيتا في اللي هي أوميجا أن. قلنا يعني بي بتساوي أوميجا أن تربيع والإي بتساوي اتنين زيتا أوميجا أن، وبالتالي صارت المعادلة بالشكل اللي إحنا شايفينه هنا. الآن عبرنا عن الجذور S1 وSn، S1 وS2 أو جذور هذه المعادلة تبعت المقام، أو بمعنى آخر اللي هو أقطاب النظام البولز تبعته للسكند أوردر سيستم، عبرنا عنها بدلالة زيتا وأوميجا أن، فطلع معي إنه S1 وS2 بيساوي سالب زيتا في أوميجا أن زائد أو ناقص أوميجا أن في جذر الزيتا تربيع ناقص واحد، وبالتالي قيمة زيتا بتحدد عندي شكل الجذر هذا، إما إنهم يكونوا جذرين مختلفات أو جذر واحد حقيقي مكرر، أو إما جذرين كومبلكس أو جذرين بيور إيميجينري، يعني يا بيور ريل يا بيور إيميجينري يا كومبلكس يا إما جذر واحد مكرر. فالأربع حالات هذولا بيعتمدوا على قيمة الزيتا. وقت إيش بيكون عندي أنا جذر واحد مكرر؟ لما زيتا تساوي واحد بكون كريتيكال دامب بالسيستم. لما بيكون عندي جذرين مختلفات ولكن بيور إيميجينري، بيكون عندي أندامد وما فيش عندي أي اضمحلال للإشارة، إنما بيور أوسيليشن ساين أو كوساين. لما بتكون زيتا بين الصفر وبين الواحد يبقى أنا عندي كومبلكس روت، يعني كومبلكس بولز، وفي هذه الحالة أندر دامد وبكون عندي في أوسيليشن. لكن لو كانت زيتا أكبر من واحد صحيح ما فيش عندي أوسيليشن، لأنه الجذرين بيكون حقيقيات مختلفات وبيكون عندي سيستم أوفر دامد. لحد هنا وصلنا في المحاضرة الماضية، بعدين رحنا اتكلمنا عن خصائص اللي هو الأندر دام سكند أوردر سيستم، يعني خدنا الحالة اللي بيكون فيها زيتا بين الصفر وبين الواحد اللي هي الأندر دام، الحالة اللي فيها أوسيليشن بمحل بعد فترة وبنصل لمرحلة الاستقرار. فقلنا إنه في هذه الحالة بنقدر من الجراف نطلع بعض الخصائص، أهمها الرايز تايم والستلينج تايم بالإضافة للبيك تايم والبيرسنت أوفرشوت. أنا في الامتحان طبعا ممكن أجيب لك رسمة زي هذا، أو أجيب لك ترانسفير فانكشن، ممكن تكون سكند أوردر سيستم، وأقول لك يحسب لي الرايز تايم بيك تايم بيرسنت أوفرشوت والستلينج تايم. في خلال محاضرة اليوم هنعرف كيف نحسب هذا الأمور من خلال الرسمة، وكيف نحسبهم من خلال اللي هو الترانسفير فانكشن نفسه. بس نيجي مرة تانية نراجع ايش تعريفات الرايز تايم والسيتلينج تايم. قلنا انه الرايز تايم زي ما عرفناه مع الفيرست اوردر سيستم، قلنا الرايز تايم ايش بده يساوي؟ هو الزمن اللازم للفورم او الموجة انها تنتقل من عشر الى تسعة من عشرة للفاينل فاليو، يعني انتقال من عشر لتسعة من عشرة الفاينل فاليو، بيكون عندي هذا الرايز تايم، الزمن المحصول بين هذول الزمن المحصول بين هذول القيمتين بالضبط. يبقى أنا الزمن اللازم عشان أصل لعشرة في المية، الزمن اللازم عشان أصل لتسعين في المية، أطرحهم من بعض بحصل على تي آر، تي رايز تايم هذا بسميه أو تي آر.
الزمن اللازم عشان أصل لأقصى قيمة في الإشارة هو التي بيك، اللي بنسميه البيك تايم. هذا هو البيك تايم أو الزمن اللازم عشان إني أصل الماكسيمم بيك. في عندي أنا السيتلينج تايم اللي عرفناه المرة الماضية على إنه الزمن اللازم حتى إني أصل ل2% الإشارة، يعني تضمحل لحد ما تضل محصورة ما بين 2% زائد أو ناقص 2%، يعني من 98 إلى 1.2% من اللي هو الفاينل فاليو. لما الإشارة تنحصر بين هذول التنتين بكون وصلت أنا السيتلينج تايم. في حالة الفيرست أوردر سيتلينج كان هذا إيش بنعبر عنه؟ 4/8. هل قلت لا؟ بدي أشوفه من الرسمة، وإله قانون برضه فعليا. بضل عندي حاجة اسمها البيرسنت أوفرشوت. إحنا قلنا إنه البيك تايم هو الزمن اللي لازم إنه أصل لأقصى قيمة، فالبيرسنت أوفرشوت له علاقة بأقصى قيمة. هو بيقول لي قديش الإشارة أنا عندي أوفرشوت، يعني قديش تعلى على اللي هو الستيدي ستيت فاليو او الفاينل فاليو، اقصى قيمه ممكن يصلها النظام من هنا لهذه القيمه وهذه القيمه. في فرق ما بينهم، ما بين سي ماكس ناقص سي فاينل، فالسي ماكس ناقص السي فاينل على السي فاينل بيساوي اللي هو البيرسنت اوفر شوت، لانه باخذ انا نسبه مئويه، يعني بطرح اعلى قيمه ناقص قيمه الاستقرار على قيمه الاستقرار بيعطيني النسبه المئويه اللي زادت فيها، او النسبه المئويه اللي تمثلها الاوفر شوت. وبرشوت جاي من كلمة أوفر يعني فوق، وشوت يعني إنه خلاص يعني عدت أعلى قيمة. تمام، فنيجي ناخذ مثال حسابي كيف بدنا نحسب التي بي أو البيك تايم. طبعا هنا قوانين كيف نحسبهم، هذه القوانين للحفظ يا شباب عشان تكون في الصورة. قوانين هذه للحفظ. فإحنا عندي نظام، أنا مثلا جاتني رسمة في الامتحان بهذا الشكل، كيف بدي أحسب الـ evaluation time أو الـ TD، كيف بدي أحسب الـ peak time أو زمن أقصى قيمة. طبعا من الرسمة بقدر بطلع الـ TD، ولكن لو كان عندي transfer function كيف بدي أحسبها من غير رسمة؟ يعني الـ transfer function لو كانت عندي مثلا الـ TD، فالـ peak time بدي يساوي في هذه الحالة باي على أوميجا N في جذر 1 ناقص زيتا تربيع. طبعا أنا بكون عارف الأوميجا N وبعرف الزيتا، ليش؟ لانه انا في النهايه الاوميجا ان هي جذر البي. لو اعطيتك في الامتحان ترانسفير فانكشن على الشكل التالي، مثلا بالشكل التالي بي على اس تربيع زائد اي اس زائد بي، مره ثانيه بنقول انه الاوميجا ان بدها تساوي جذر البي. طب والزيتا كيف بدها تساوي؟ الزيتا بدها تساوي اي على 2 اوميجا ان. هذا عندي الاي على 2 في جذر البي بدها تساوي الزيتا. بكون طلعت الزيتا والاوميجا ان من اني ترانسفير فانكشن، يبقى التي بي سهل جدا انه اطلعها بتساوي باي على اوميجا ان في جذر 1 ناقص زيتا تربيع. تمام، هيك احنا عرفنا اللي هو البيك تايم، هو الزمن من عند الزمن صفر لعند لما نصل لهنا، هذا هو البيك تايم او الزمن اللي نصل فيه لاعلى قيمه. طيب كيف بدنا نحسب البيرسنت اوفر شوت؟ برضه اذا انا عارف الزيتا خلاص بدي يساوي اكسبوننشال لا الاس سالب زيتا باي على جذر 1 ناقص زيتا تربيع، واللي عرفناها انها سي ماكس ناقص سي فاينل على السي فاينل مضروبه في 100%. ومنها ممكن انت ممكن اعطيك في لو كان عندك المعطى رسمه تقدر تطلع اللي هو في هذه الحاله قيمه السي ماكس السي ناقص السي فاينل على السي فاينل، بتطلع الاوفر شوت، ومن خلال هذه الرسمه بتطلع الزيتا بانه الزيتا تساوي سالب لين الاوفر شوت كنسبه مئويه مقسوم على 100 على جذر الباي تربيع زائد لين تربيع لان الاوفر شوت كنسبه مئويه مقسوم على 100. تمام، هيك انت بتطلع الزيتا من الرسمه. لكن لو انا اعطيتك ترانسفير، لو قلت لك طلع لي مثلا الترانسفير فانكشن، لكن لو اعطيتك ترانسفير فانكشن وطلبت منك الاوفر شوت تستخدم هذا القانون، تستخدم هذا القانون، يعني هذا القانون يستخدم لما يكون عندي رسمه وبدي اطلع ترانسفير فانكشن. هنا لا، لما يكون عندي ترانسفير فانكشن وبتطلع الاوفر شوت لا الرسمة كيف أتوقع أن يعني يصل لها، يبقى بستخدم هذا القانون مرة ثانية. بالنسبة للبيك تايم سهل أن أطلعه من الرسمة، ولكن لو انطلب مني كقانون أو أعطيك ترانسفير فانكشن بتطلعه من خلال الباي على أوميجا أن في جذر 1 ناقص 6. هيك طلعنا الأوفر شوت وطلعنا البيك تايم. بضل عندي اللي هو سيتلينج تايم والرايز تايم. السيتلينج تايم قانونها واضح، 4 على زيتا في أوميجا أن، 4 على زيتا في أوميجا أن. طبعا هذه الزيتا في اوميجا ان اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن اي على 2، فبالتالي تي اس ممكن نطلعها عبارة عن 4 على زيتا اوميجا ان، ولانه احنا بنعرف انه الاي هنا بيساوي 2 في زيتا في اوميجا ان بنقدر نقول
نص الـ A يبقى 4 على نص الـ A أو 8 على A. في قياس 8 على A لو أعطيتك ترانسفير فانكشن، لكن لو أعطيتك رسمة بتطلع السيستم تايم من على الرسمة بإنه تشوف أعلى القيمة لما بصير عندي الأوسيليشن محصورة ما بين 2% من أعلى قيمة، يبقى أنت وصلت للـ TS. آخر شيء اللي هو الـ تاو آر، كيف نحسبها حسابيا؟ طبعا حسابيا بقول التاو ار مستحيل نحسبها، ولكن لازم ترسم الرسمة وتشوف أعلى الزمن اللازم لما تصل ل 10% من القيمة أو 99% من القيمة، وفي هذه الحالة تطرح الزمنين من بعض من بعض، فبنحصل على الستلين على الرايز تايم. فالرايز تايم ما فيش له قانون حسابي. الآن نيجي إلى اللي هو كيف إنه بدنا نطلع الـ TS والـ TB والـ Overshoot والـ Overshoot Person طبعاً. كيف نطلعهم من خلال اللي هو معرفة الجذور الـ S1 والـ S2. يبقى إحنا أخذنا كيف نطلعهم من طريق الرسمة، كيف نطلعهم من خلال Transfer Function. الآن فلنفرض إنه أعطاك الجذور، رسمة الجذور، قال لك هاي البولز، هاي رسم لك اللي هو الـ S Plane. قال لك هي سيجما جي اوميجا، وهي عندي انا الجذر الاول هو الجذر الثاني. تمام، من خلال الرسمه هنا، من خلال الاسبلين، هذا الجذر الاول عباره عن ايش؟ الجذر الاول بيمثل عباره عن سالب سيجما دي زائد جي اوميجا ان في جذر 1 ناقص 6 تربيع، والثاني عباره عن سالب سيجما دي في ناقص جي اوميجا ان جذر 1 ناقص اوميجا زيتا تربيع، او بمعنى اخر سالب سيجما زائد او ناقص جي الأوميجا دي. مرة تانية هذا شباب بتمثل لي إيش؟ هذا بتمثل الأوميجا دي، أو اللي هو بنسميها الدامبينج فريكوانسي، اللي بتساوي الناتشرال فريكوانسي مضروبة في جذر الزيتا تربيع والدامبينج ريشيو ناقص واحد، زيتا تربيع ناقص واحد. طيب السالب سيجما دي إيش بدها تساوي؟ سالب زيتا في أوميجا إن، لأنه السيجما دي أو الدامبينج ريشيو إيش بدها تساوي؟ الدامبنج اكسبوننشال بدها تساوي الزيتا في الاوميجا ان، بدها تساوي الزيتا في الناتشرال فريكوانسي. وبالتالي من الرسمه هنا السيجما دي هي نفس الزيتا اوميجا ان، سالب السيجما، سالب السيجما دي يساوي سالب زيتا في الاوميجا ان. لازم اعرف انه هذا بيمثل اللي هو اسقاط الجذر، او اللي احنا لو قلنا الجذر عباره عن ريال بارت وميجينري بارت، بيمثل الريال بارت أو الجزء الحقيقي من الجذر. الجزء الإيماجيناري هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن جي أوميجا دي، أو جي في أوميجا إن جذر 1 ناقص 6 تربيع، طبعاً بالموجب وبالسالب، لأنه عندي جذرين نسخة من بعض من البعض. وبالتالي في هذه الحالة بالنسبة للأنظمة، طبعاً ليش إحنا بناخذ هنا أعداد كومبلكس أو بولز كومبلكس؟ لأنه بنتكلم عن حالة وحيدة هي الأندر دام. نتكلم عن حالة واحدة من الأربع حالات هي الـ Underdamped Second Order System. يبقى أنا لو كنت عارف لو كان معطيني في الامتحان الـ S-Plane وكان محدد لي إيش الجذور، الجذر الأول والجذر الثاني، الـ Real Part بيمثل اللي هو السيجما دي اللي بيمثل الزيتا في الأوميجا، والـ Imaginary Part بيمثل اللي هي الأوميجا دي اللي هي عبارة عن أوميجا أن في جذر 1 ناقص 6 تربيع. يبقى عندي معادلتين في أوميجا أن وفي زيتا بكل بساطة، طبعا هذا بيكون معطى كرقم، هذا الرقم، وبالتالي سهل جدا اطلع اوميجا ان واطلع زيتا. اذا طلعت الاوميجا ان وطلعت الزيتا، يبقى انا طلعت البي وطلعت الاي، يبقى عرفت الترانسفير فانكشن لهذا السيستم. وفي نفس الوقت برضه عرفت اللي هي التي بي والتي اس والاوفرشوت، لانه في النهاية التي اس قلنا هو عبارة عن 4 على زيتا في اوميجا ان، او 4 على سيجما دي، او 4 على الريال بارت اللي هنا، 4 مقسوم على الريال بارت اللي هنا. التي بي قلنا اللي عرفناه على انه باي على اوميجا ان في جذر 1 ناقص زيتا تربيع، اللي هو يعني عبارة عن باي على اوميجا دي، يعني باي على الايمجينري بارت اللي هنا. ايش بيضل عليا؟ بيضل عليا احسب الاوفرشوت. الاوفرشوت هو عبارة عن اكسبوننشال سالب زيتا في باي على جذر 1 ناقص باي تربيع، او نقدر نقول سالب زيتا في اوميجا ان باي طبعا على جذر اللي هي أوميجا أن في 1 ناقص زيتا تربيع. الأوميجا أن في 1 على ناقص زيتا تربيع اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أوميجا دي، والزيتا في الأوميجا أن سيجما، يبقى سيجما على أوميجا دي، يبقى هو عبارة عن إكسبوننشال سالب سيجما باي على أوميجا دي. تمام،
اللي هي هاي الاوفر شوت. الاوفر شوت ايش بدها تساوي؟ اكسبونشال سالب زيتا في باي على جذر واحد ناقص زيتا التربيع. مره ثانيه تقدر تصوره بالبسط في اوميجا ان والمقام في اوميجا ان، هيك بصير عندك اوميجا دي هيك سيجما، يعني هنا عباره عن سالب الباي في في الريال بار على الايمجينري بار كلها مضروبه في 100%. والتي اس مره ثانيه عباره عن 4 على سيجما دي او على الريال بار، وهذه باي على الايمجينري بار. وبالتالي لو أخذنا مثلا قلنا مثلا في حالة يكون عندي طبعا أكثر من شكل، لا اللي هي الأندر دام سكند أوردر، ممكن لو كان الجذور يعني مثلا كل ما طلع الجذر الأعلى، كل ما طلع الجذر الأعلى إيش معناها؟ نلاحظ من الرسمة هذه إنه كل ما طلع الجذر الأعلى بتزيد عندي نسبة الأوفر شوت. لاحظ معايا الأوفر شوت الأولانية كانت كذا، الأوفر شوت الثانية حتكون أكبر وزاويتها أكثر. طبعا الكوزاين الثيتا هي عبارة عن الزيتا. لاحظ معايا انه ايش بيصير عندي، كل ما بيزيد الجذر، الجذر الايمجينري بارت تبعه، كل ما زاد الايمجينري بارت للجذر بيزيد عندي الاوفر شوت، وبقل عندي اللي هو الزمن اللي بيحتاجه الجسم، حتى بقل عندي التي بي، بقل عندي الزمن اللازم للوصول الى اللي هي اعلى قيمة او للبي. وهذا الشيء منطقي لو طلعنا هنا التي بي ايش بده يساوي، علاقته عكسية بالاوميجا دي، علاقته عكسية بالأوميجا دي، فكل ما زادت الأوميجا دي أو الإيمجينري بارت اللي هنا بتقل التي بي، فمفترض إنه يصل لأقصى قيمة في وقت أقل. الأمر الثاني كمان بالنسبة للريال بارت، الريال بارت اللي هو له علاقة بإيش؟ له علاقة بالسيجما، له علاقة بالسيتلينج تايم، علاقة عكسية برضه. كل ما زاد عندي السيتلينج تايم، يعني هنا الجذر اتحرك بهذا الاتجاه، كل ما زاد عندي اللي هي السيجما، ايش بيصير في التي اس؟ التي اس ايش بده يصير فيه؟ حيقل. زادت السيجما بتقل التي اس او السيتلينج تايم او الزمن اللازم عشان الجسم، عشان اللي هو الستيب ريسبونس يكون محصور، او الريسبونس يكون محصور من 98% الى اللي هو يعني زاد او ناقص 2% من اقصى قيمه. وبالتالي لاحظ معايا في الحاله الاولى كانت السيجما قليلة، كان اوفر شوت عالية، لما قلت السيجما قل عندي ايش في المقابل؟ قل عندي اللي هي الاوفر شوت، وبالتالي ضل محصور او وصل لمرحلة الاستقرار اسرع. ولو تحركوا الاثنين صار زيادة عندي هنا وزيادة عندي هنا، ايش اللي بيصير عندي؟ في الحال لاحظ معي بيصير عندي زي شغلتين، انه بيصل لمرحلة الاستقرار اسرع، وبكون عندي وصل لمرحلة البيك اسرع، ولكن حيزيد عندي ايش؟ حيزيد عندي الاوفر شوت، اللي بيزيد عندي الاوفر شوت. اللي انا اعطاني مثال بيقول لي انه عندك بلوت، احسب لي اللي هي الزيتا والامجان والتي بي والنسبه المئويه للاوفر شوت والتي اس، تمام؟ طالب مني ان احسب هذول بناء على الرسمه، والرسمه هذه بتمثل عندي رسمه الجذور اللي هي اس 1 واس 2. بكل بساطه السيجما دي من الرسمه هذه بتطلع 3، والأوميجا دي بتطلع في هذه الرسمة 7. أنا في النهاية بطلع بس على الأوميجا دي هنا 7، ما بيهمني اللي هو السالب. أنا عندي سيجما سالب سيجما سالب 3، يبقى أنا عندي سيجما دي بتساوي اللي هي 3. إذا من خلال الرسمة بنعرف إنه زيتا بتساوي كوزاين الثيتا. كوزاين الثيتا هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن المجاور على الوتر بالضبط. إذا عندي الوتر إيش حيكون؟ الجذر التربيعي إذا 7 تربيع زائد 3 تربيع إيش بده يساوي؟ هذا بيساوي الأوميجا إن، بيساوي 7.6. فكوزاين الثيتا هي عبارة عن 7، هي عبارة عن الكوزاين لا اللي هي 7 على 7، عبارة عن 3 على الوتر اللي هو 7.62%. كوزاين الإنفرس لهذه القيمة بيطلع عندي اللي هو بالراد 0.394. طبعا انا بحسبها بالراد عشان اطلع زيتا، اذا طلعت زيتا تمام الاوميجا ان طلعت معي 7.62 زي ما قلنا اول قيمه بطلعها، اللي هي عباره عن الوتر اللي بيساوي جذر 7 تربيع زائد 3 تربيع او جذر اللي هو 58. التي بي ايش بده يساوي؟ باي على الاوميجا دي. طب طلعت الاوميجا دي عباره عن 7، يبقى باي على 7. والتي اس عباره عن 4 على سيجما دي، انا 4 على 3 فبيطلع 1.33 سكند. والاوفر شوت بده يساوي اكسبوننشال سالب اللي هي باي سيجما على اوميجا ان على اوميجا دي. اوميجا دي قديش طلعت معانا؟ او عندي 7،
يبقى باي أو 3 باي على 7، 3 باي على 7 فاكسبوننشال سالب 3 باي على 7 مضروب في 100% بيطلع 26%. في طريقة ثانية زي ما هو حاسبها هنا، إنه أعوض بالزيت اللي طلعها فوق مضروبة في الباي على جذر 1 ناقص زيت التربيع برضه بيطلعها فوق. فالأمر مباشر عندي، مفيش عندي أي صعوبة، تمام؟ الآن هنا بتكلم عن إيش؟ أنظمة فيها أكثر من بول، يعني بيكون عندي، إحنا قلنا لما يكون عندي بول واحد، يعني معادلة المقام الدرجة الأولى، إيش معنى هذا الكلام؟ first order، معادلة من الدرجة الثانية حيكون two pools، بيكون عندي second order. طب لو كان عندي أكثر من two pools، لو كان عندي مثلا 3 4 5، حيكون الأوردر تبع السيستم أعلى. هل أقدر أطبق عليه اللي أنا اشتغلته خلال المحاضرة اللي فاتت محاضرة اليوم؟ لا مستحيل، لأنه قوانين first order لها قوانين تحكمها، second order لها حالة الخاصة، فبالتالي كل أوردر مختلف. لكن اللي ممكن أعمله في هذه الحالة إنه بعمل عملية approximation للنظام الموجود عندي، أحاوله يعني ممكن يعني أعمل له تقريب وتبسيط، إنه يعني بيصير second order على أساس إني أشتغل عليه شغل السكند اوردر، تمام؟ فانه بدل ما يكون عندي انا مثلا، فلنفرض انه كان النظام عندي 3 بولز، كان عندي النظام 3 بولز اللي هو الاس 1 الاس 2، وكان النظام هذا عبارة عن نظام سكند اوردر، انا رحت زدت احد البولز، البولز خلينا نسميه سالب سيجما ار، فكان النظام عندي انا في 3 بولز يبقى من الثيرد اوردر. الشكل العام حيكون له بهذا الشكل. لو افترضنا انه انا البول الثالث هذا مكمل بالنسبة للباقيين الاثنين، يبقى حتعامل مع تو سكند اوردر، مع سكند اوردر سيستم. لاحظ معايا، ممكن انا لو اعتبرت انه قيمة الف ار كبيرة جدا، لو كانت عندي قيمة الف ار كبيرة مقارنة باللي هو بي واحد وبي اثنين، او بمعنى اخر الريال بارت اعلى بكثير من الريال بارت لا، او اكبر بكثير من الريال بارت لا اللي هو البول الاول والبول الثاني، يبقى البول الثالث بقدر أهمله وأقول كأنه عندي المال نهائي وبالتالي مش موجود، وبالتالي السيستم هذا بقدر أمثله على إنه second order system، second order system. فبقول لي إنه exponential decay is negligible إذا كان عندي بعد الـ بعد الـ 5 time constants، أو إذا كان أكبر بكثير من قيم real part، أكبر بكثير من قيم في واحد في اثنين، تمام؟ لاحظ معايا كمان، لو كان عندي أنا zeros في السيستم، يعني احنا تكلمنا عن السيستم قبل ما كانش فيه زيروز، او كانت البسط من الدرجة الصفرية، ولكن لو كان عندي البسط من الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة وهكذا، حيكون في عندي انا معناها انه في عدة زيروز. ففي هذه الحالة اذا كان الزيرو اكبر بكثير من قيم الريال بارت لا اللي هي البولز، في هذه الحالة بقدر اقول انه عندي ما فيش اي مشاكل، بقدر امثله على انه عبارة عن second order system. الاختلاف الوحيد انه التأثير الوحيد للزيرو على اللي هو الامبليتود تبع الاوفرشوت، لكن الباقي العناصر الاستجابة ما بيأثر عليها. لاحظ انه في حالة انه زيرو كانت الاستجابة بالشكل التالي، في حالة الزيرو عند سالب 10 مثلا، يعني في حالة كانت سالب 3، في حالة سالب 5، في حالة سالب 10، اما اللي بيصير بالضبط انه فقط شكل اللي هو القيمة الأوفر شو مثلا، قيمة أعلى قيمة بيصلها النظام تختلف مثلا، الأزمنة بتظل تقريبا هي نفس الأزمنة مع إزاحة بسيطة، مش عندي أي إشكالية فيها، حيصل لمرحلة الاستقرار في نفس الوقت، يعني ما في عندي أي اختلافات جوهرية في هذه الحالة. وبالتالي بنقدر بنقول إنه إذا كانت A، إذا كانت A بتكون في، إذا كانت A very large و positive يعني قيمة موجبة وكبيرة جدا، يبقى الريسبونس تقريبا هو نفس الريسبونس القديم، ولكن إيش ماله؟ معمول له scaling. لكن إذا كانت A صغيرة جدا و positive في نفس الوقت، يبقى في هذه الحالة derivative term أو الحد المشتق، يقول في هذه الحالة له تأثير أكبر على الريسبونس في ظهور الأوفرشوت. لاحظ معي بيكون عبارة عن أوفرشوت اللي هي في حالة لما بيكون الزيرو عند السالب 10، يعني كل ما كانت الزيرو أقل، كل ما كانت الـ A أقل، كل ما كانت الـ A أقل تأثيرها بيكون عندي أكبر، كل ما كانت الـ A أكبر بيكون تأثيرها على النظام اللي قبل أقل، ولكن اختلاف بسيط في عملية السكيلينج. لكن إذا كانت A نيجاتيف وفي الـ right half plane، يبقى في هذه الحالة
الديريفات حتكون بشكل عام زي الأصلية بس مقلوبة إشارتها opposite sign opposite sign. تمام. في حاجة اسمها البول زيرو كانسليشن، هذا بيقول لي ممكن أنا النظام بيكون عندي من الدرجة الثالثة لكن أختصره للدرجة الثانية، كيف بيكون في عندي في البسط نفس البول، يعني الزيرو والبول قراب من بعض، وبالتالي بقدر الاثنين أقول ألغوا بعضهم البعض، وبالتالي النظام تحول عندي من الثيرد أوردر للسكند أوردر سيستم، وبقدر أتعامل معه نفس ما كنت أتعامل مع السكند أوردر سيستم. آخر شيء حتكلم عنه اللي هو عبارة عن اللابلاس ترانسفورم سولوشن للستيت إيكويشنز، يعني لو كان عندي أنا اللي هو ستيت سبيس ريبريزنتيشن للسيستم وبدي أحوله للي هو ترانسفير فانكشن، حتى إني أقدر أتعامل مع الترانسفير فانكشن للسيستم أشوفها فيرست أوردر سكند أوردر أو أكثر، وإنه أقدر أبسطها لتو أوردر مثلا باختصار شديد. هذا هو موضوع الشابتر الثاني ونشرح في الشابتر الثاني، ولكن مراجعة سريعة إنه ترانسفير فانكشن بيكون على الصورة التالية، إنه الإكس برايم بيساوي أو السبيس ماتريكس بدها السبيس ماتريكس إيش بدها تساوي، البرايم بتساوي A في الإكس زائد B U، والواي اللي هو الخرج بتساوي C في الإكس زائد D في اليو اللي هو الإنبوت. فمن بناء على القيم الموجودة عندي هنا بقدر بقول إنه الأس أي ناقص A في الإكس أس بيساوي B U أس، مع اعتبار على اعتبار إنه الإكس زيرو بتساوي صفر، وإنه اللي هو الإنيشال بتساوي زيرو، وبالتالي أس أي ناقص A في الإكس أس بتساوي B U أس. يبقى في هذه الحالة بقدر أقول الأس أس الإكس أس بتساوي أس أي ناقص A إنفرس في اللي هي البي في اليو أس، على افتراض إلغاء هذا التيرم طبعا لأنه إكس زيرو أنا افترضتها زيرو. نفس الشيء بالنسبة للخرج، فالخرج إيش بده يساوي؟ الخرج بده يساوي سي إكس أس زائد دي يو أس، وأنا عرفت إيش هي الإكس وعرفت إيش هما اليو، تحويلت اليو تحويلت الإكس وعندي السي والدي وخلص خلصنا. يبقى أنا عرفت الواي، عرفت الخرج في هذه الحالة، عرفت الأوتبوت. يبقى في هذه الحالة أنا حولت الـ state space إلى باستخدام الـ Laplace transformation إلى اللي هو transfer function. لعندي هنا بنوقف، وإن شاء الله نكون خلصنا كل جزء اللي يتم تغطيته في امتحان النصفي. المحاضرة الجاية حتكون إن شاء الله عبارة عن حل مسائل واللي هو تدريبات. إلى اللقاء بعد النصفي في تسجيل محاضرة إن شاء الله. يعطيكم العافية.